أخبار، يا رب تكونوا في أحسن حال. في سؤال كده من حد بيتابع معانا هنا في القناة، بيقول إن هو بقاله كتير جدا بيسعى وللأسف أحبط جدا لأني مفيش نصيب. بص، هو أنا عشان أكون صريح معاك، هو الفيديو ده هيكون يعني تقيل شوية والكلام فيه هيكون لازع شوية، فلو أنت ما بتحبش كده فياريت ما تكملش الفيديو. انا مش حاجه اطبطب عليك اقول لك معلش، اصل ظروف البلد، اصل الدنيا، اصل الناس، اصل الوسايط، اصل الكلام ده كله، عشان الحاله دي انا كلها مريت بيها وقعدت فيها فتره. بص انا اجيب لك من الاخر، انت مطلوب منك السعي، انك تفضل تسعى، تمام؟ انت ربنا خلقك عشان كده، الرزق ده بقى بايد ربنا. امتى بقى ربنا هيأذن لك؟ لما ربنا يعني بيأذن بحاجه زي كده. انت مطلوب منك انك تفضل تخبط على كل الابواب. اما بالنسبه للاحباط اللي بيجي لك دوت، فالاحباط ده بيجي نتيجه توقعات. انا توقعت مثلا ان انا اروح اقدم وانا جاهز كويس جدا، ورحت يعني حصل شك كده فخلاص، فجالك احباط. فهتتعامل بقى مع الموقف ده ازاي؟ كل انترفيو انت هتدخله انت بتاخد فيدباك، الفيدباك دوت بتحاول انك تعرف ايه السبب. لو المشكله عندك في الانجليش فانت بالفعل بتحسن نفسك في الانجليش، تمام؟ طب لو المشكلة عندك مثلا في السوفت سكيلز، ما بتعرفش انك تتكلم، بتقطع كتير، فانت محتاج انك تتعلم يعني ايه اكتيف ليسننج، تتعلم ازاي انك تسمع. طب انا هعمل كل ده ازاي؟ والله عندك حاجتين، ويعني الحاجتين دول مجانيين، يعني عندك ماكنزي فورورد وعندك اي ال اكس، وده مش دعاية لاي حاجة منهم. لو انت ما تعرفش يعني ايه بروبلم سولفينج، لو انت ما تعرفش يعني ايه سوفت سكيلز، يعني لو انت ما تعرفش يعني ايه انك تعمل كوميونيكيشن ما بينك وما بين الناس، تمام؟ لان لما تدخل سوق العمل وتدخل الشغل الزاد بتاع الكول سنتر، انت لازم الاتيتيود بتاعك ده اهم حاجه، الاتيتيود ثم ارقامك، والابسنتيزم طبعا بتاعك دي حاجه مهمه واساسيه جدا. يعني 3 حاجات دول تحطهم قدامك. ما تقوليش بس اصل انا اعرف حد جوه، اصل انا صاحبي جوه. فكك، امشي بال3 خطوات اللي انا اقول لك عليهم. انت دلوقتي مش لاقي شغل كويس وبتسعى، هل ربنا مش هيجازيك على ده؟ يعني انا بسألك سؤال، جاوب عليه اه يا لا. لو لا يبقى عيد حساباتك بقى يا باشا، لو اه فافضل كمل. كل مرة انت بتتعلم حاجة جديدة هتفرق معاك في شخصيتك، خد عن تجربة انا كنت كده، تمام؟ افضل حاول. ليه بقى؟ عشان لما ربنا يوفقك وتدخل شغل انت هتواجه مشاكل كتير جدا. في ناس هتلاقيها من اول اسبوع او من تاني اسبوع مش هتكمل شهر وتاخد بعضها وتمشي، وهتمشي اون سبوت. في ناس تانية هتفضل مستحملة وبتكمل عشان جاية عشان تشتغل. طب انا بقول لك كل ده ليه؟ بقول لك دوت من تجارب كتير انا شفتها من ناس حواليا، تمام؟ ربنا بيأهلك لخطوة. اول ما هتدخل الشغل اوعى تفتكر ان الشغل سهل، اوعى تفتكر ان هو عشان هيديك فلوس كويسة ان هو لا، ده انت هيطلع عينك حرفيا حرفيا. اوعى تفتكر ان انت مثلا هتبقى قاعد مثلا وفي تكييف ومعاك كمبيوتر بتاعك والكرسي بتاعك كويس ومريح جدا، اوعى تفتكر ان ده ببلاش، كل ده ليه ثمنه. انت هتشتغل، انت حرفيا انت بتتحرق. ما تفتكرش ان الموضوع سهل، وانا مش بقفلك من الشغل، بس انت بتخلي عندك عزيمة، بتخلي عندك قوة انك بتفضل تستحمل وانك بتفضل تكمل. لو انت مثلا احبطت او عيطت مش مشكلة، انت لازم تحترم مشاعرك وتديها وقتها. انا بتكلم كسايكولوجيست دلوقتي، انا بتكلم فرغ عن مشاعرك، طلع اللي جوه واحترم المشاعر دي، واستهدى بالله كده وخد من اول وجديد، وابتدي من اول وجديد تاني. طب الكلام ده انا بقوله بناء على ايه؟ بناء على ناس كتير جدا نجحت، بناء على ناس كتير جدا وصلت. الناس دي اللي انا قعدت اتكلم معاها مش بيشتغلوا ان هم مثلا ليهم قريبهم فجايبين واسطه فاشتغلوا بقى حاجه مسك تايتل، لا انا بقول لك في ناس بدأتها. قال لك لو انت ركزت في يوم من الايام دي، اتقالت لي لو انت ركزت في انك تدور على واسطه ان ده يوصلك وده يساعدك، لا. لو انت ركزت انك تستعين بالله وتاخد بالاسباب وتقول مثلا ده مثلا ربنا كرمه وفتح عليه عشان عنده سكيلز زياده عني، فانا ببتدي ان انا اعمل بلان لنفسي وابتدي ان انا اغير نفسي للاحسن، وكل شهر بجيب يعني مثلا بيرفورمانس احسن من الشهر اللي قبله، وبقارن نفسي ما بيني وما بين الشهر اللي فات وما بين السنه اللي فاتت و6 شهور اللي فاتوا، فانت كده بتفكر صح وكده انت بتركز مع نفسك. انا مش هقول لك غير كلمه واحده، لو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي فعاش جدا. الحاجه التانيه، كمل سعي عشان ربنا يوفقك، وان شاء الله ربنا ما بيضيعش اجر حد. بالتوفيق والسداد، ولو في اي سؤال هكون مرحب جدا ان اسمع منك. سلام.